إلى آخر مستجدات ملف فيروس كورونا كوفيد 19، حيث أتاحت المديرية العامة للجوازات في السعودية للراغبين بالعودة إلى المملكة من المواطنين والمواطنات وأفراد أسرهم من غير السعوديين، وأيضا العمالة المنزلية المرافقة لهم، أتاحت لهم العودة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة. هذه العودة مشاهدينا تشترط إرفاق الوثائق والمستندات اللازمة للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ من خلال منصة أبشر. هذا وأعلنت وزارة الصحة عن الأعداد اليومية في الإصابات وحالات الشفاء داخل المملكة.